Çok kötü. Şimdi kıra mı geliyor? Evet. بعد ما تعرفنا على هذا الشخص الماهر او الترزي الماهر واللي اسمه عيسى طلع عامل اصغر جينز بالعالم خلينا نشوف قديش صغير ليك قديش صغير نحن كمان بس على فكره عنده جياب في جياب Partilerin reklam yapıyor. Biz de dünyada şu an yaptığımız reklam edelim ki. Birinci şey yok. Mekan, amel yuhayda batırmanla ayırarak deş huve tenzi şatir la işver kanu. Yani bu huve reklam. Yani dihayi ilahelu al işhar. Yani hende atrak bihibu yuşun bekhanu bi iftar kir zekiye. هاي فكرة فعلا كثير ذكية مثل ما شايفين هذا البنطلون الخيل هو أصغر بنطلون بالعالم في بريطانيا لكن مين هيدا البنطلون اللي طوله 5 سم مين عنده؟ 5 سم وهم يعطونا لحظة لكن إذا هيك معناتها بلاصة بطل هو لا 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 مش هذا 5 سم بقول عم بيعمل لكن ده مش 3 سم عم بيعمل 3 ونص سم لا عارف الباسورد جريمز مش 3 سم مش بنطلون عمله 5 سم هو بده يكسر رقم القياسي طبعا هو عمل 3 ونص انا عم فكر اكسر الرقم القياسي تبعه الثلاثه اتعلم الصنعه واعمل 20 سم لا 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 لكن عصب لانه بده يتعدى على المصلحه تبعه الفكره طبعا بتقول انه من الاشياء اللي بيعملها كل ما كانت اصغر بكون اصلح فيه اكثر لانه اذا عمل شيء كبير معناتها حيصرف مصاري بده طبعا بصير مشروع لكن بكون الاستثمار اللي بيكون بهذه الشغله اللي عم يعملها بيكون كثير مكلف انما لما يقدر يعمل شيء صغير هالقد وبتوفير ويتقن ويطلع مزبوط فبالتالي بكون قصة بالشغل اللي عم يعملها تمام دوره سيد عيسى شوك من الموضوع انت وسط وسط رغم الانف الكارمين يعني ما تزعل انت وسط كبير نمرة هو اون نمرة Dinle bir de kaç tane orman gibi.